الوصفة التانية الناس بتخاف منها شوية، ولكن هي من أسهل الوصفات اللي احنا ممكن نلاقيها. سمكة السالمون المملحة أو الإضافة هريس الفجل، طعمه فيه شوية حدية، بتضيف نكهة مميزة قوي. سكر، ملح. المفروض أغطي الوش بتاع السمكة كلها بالمزيج اللي أنا بحضره ده. من الحاجات اللي بتضيف نكهة مميزة قوي بشر الليمون، فيها كل الطعم وفيها كل الزيوت. شوية جنزبيل مبشور فريش، فلفل أسود، نوع من أنواع التوابل، طعمه جميل وشكله جميل، مكون من المكونات اللي أنا بستعملها كتير في مطبخي. ستار أنيس أو ينسون على شكل النجمة. الحاجة القبل الأخيرة اللي أنا هضيفها هي شبت كتير. الشبت مهمة قوي وهو من الخضرة اللي بتحب السمك. هنستعمل بنجر. هنعمل عملية ضغط على السمكة مع أسلوب التمليح، فبالتالي هتنزل كل السوائل اللي فيها بجانب السوائل اللي اوريدي في البنجر وموجودة في الخضروات والحاجات اللي احنا استعملناها. أنا عايزة كل الأجزاء اللي فيها يوصل لها الطعم ويوصل لها التمليح. هي كده اتغطت. هنا بقى هحتاج تقل. استعنى بطوبة وطوبة تانية. دي هتدخل التلاجة لمدة 24 ساعة، وأول ما تطلع هنشوف هنقدمها ازاي. ما قدرناش طبعا نستنى 24 ساعة عشان نعمل برزنتيشن للسالمون جرافلاكس، بس أنا كنت عاملة حسابي وفي واحدة كنت مجهزاها